الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص المهموم الذي يعاني من بعض الاضطرابات المنجة الخضراء علامة على زوال هذه الهموم والمشاكل في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الشخص المنجة الخضراء في المنام علامة على الفرج والرزق الذي يحصل عليه الأيام القادمة بإذن الله. إذا رأى الشخص المنجى الخضراء في المنام علامة أنه إنسان طيب ويتحلى بصفات حسنة يحبها الناس، والله أعلم. يشير رؤية أكل المنجى الخضراء في المنام أن صاحب الرؤية يتمتع بالتقدير والوقار والاحترام من قبل الناس، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل المنجى الخضراء في بيتها علامة على العلاقات الطيبة بينها وبين زوجها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص في المنام أنه يأكل المنجة الطازجة الخضراء علامة على السعادة والفرح الأيام القادمة في الحياة. أما إذا رأى الإنسان أنه يأكل المنجة الفاسدة علامة أنه يجب أن يغير بعض الأمور في حياته، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجة الصفراء علامة أن هذا الشخص ربما يحصل على عمل يجني منه كثير من الأموال والرزق الواسع، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل المنجة الطازجة تكون إشارة على الحياة الزوجية المستقرة السعيدة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجة مع الكنافة في المنام إشارة على الانتصار على الأعداء الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجة بالكنافة وكان طعمها لذيذ علامة على الأخبار السعيدة القادمة الجيدة الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة